انت بعيده الفتره دي عن الاعمال الفنيه السينما ودراما، قولي لنا ايه سبب البعد ده؟ والله ما فيش سبب، كسل مني واهمال مني، يعني حاجات من عندي. طب ليه؟ طيب الجمهور عايز يشوفك دايما وعايز يشوفك في اعمال جديده. والله لو حاجه فظيعه عجبتني ممكن، بس يعني لغايه دلوقتي ما عنديش احساس. قولي لنا ايه رايك في الاعمال الفنيه اللي موجوده على الساحه دلوقتي، يعني كانت دراميه او سينمائيه؟ طبعا في حاجات كويسه وفي انتاج كويس وفي اخراج جديد بيتعمل، في اهتمام في الدراما وفي السينما، في اقبال على السينما. احنا ايامينا ما فيش، كان في افلام جيده جدا بس الاقبال ما كانش فيه، فدلوقتي ما شاء الله في اقبال على السينما جامد، وفي سينمات كتيره بقت في مصر، يعني دور العرض زادت، فدي حاجه كويسه. شايفه ان المواهب الشابه زي جميله واحمد مالك وغيرهم كتير واخدين حقهم في الساحه الفنيه دلوقتي، ولا شايفه انه في تقصير؟ لا الحمد لله، يعني انا ببص عن يعني ما اعرفش التانيين ايه. لا في، عشان في تعدد في الاعمال الدراميه كتير جدا، فبالتالي في وجوه جديده كل شويه بتطلع كل شويه بتطلع، وانا شايفه ناس كتير بتعرف تمثل. تابعتي ايه من الاعمال الدراميه الفتره اللي فاتت؟ شفت كلبش، شفت ليالي اوجيني، شفت نيلي، بحب اشوفها، عجبتني جدا، يعني كان مسلسل من احلى المسلسلات. الاعمال السينمائيه بجد مش متابعه قوي، يعني لا ما ريح النار شفته امبارح عجبني. لان بعد ما شفت الفيلم في عرضه الاول كنت حاسه بايه وانت في قاعه العرض كده والجمهور حواليكي؟ بصي كنت مبسوطه، كان هو موضوع حلو قوي، حوار جميل جدا، ممثلين تحفه بجد كلهم في مباراه في التمثيل، كل واحد انا حاسه قدام ممثلين عالميين. اتمنى نشوفك ان شاء الله في اعمال جديده قريب.